لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة لم يبقي معالي رئيس الجامعة ولا ابنتنا الكريمة التي قدمت للفقير وجها ليتحدث، ولكن علمني الأشياخ أني إذا أثني علي بما ليس في أن أقول آمين، فأحمل الثناء محمل الدعاء رجاء أن يحققه الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فمن نعمة الله عز وجل على الفقير إليه أن أشرف بالحضور بينكم في هذه الصبيحة أو في هذا اليوم في مدينة كان للقلب شغف بها من خلال ما قرأت عن تاريخها، مدينة المقاومة والصمود، مدينة الثبات، مدينة الوقوف في أصعب الأوقات، مواقف الفتوة التي تقول لمن أراد أن يعتدي إن بينك وما تريد حائط سد من عزيمة لا تلين. أسأل الله أن يبارك في المدينة وأهلها، وأن يبقي ما كان في أسلافهم فيهم ما تناسلوا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأصل في اللقاءات الجامعية أفضل أن يكون اللقاء مفتوحا مع الشباب وبين يديه مقدمة موجزة. كان في الذهن سطرين أو ثلاثة، ولكن بعض العبارات التي قرأتها ابنتنا المباركة استوقفتني، وللتصحيح لست الشخصية الأكثر تأثيرا كما يقال، جعلتني أثرا وما أثروا. الكلام عن المحبة، تعود الناس في الكلام عن المحبة جانبان، تعودوا على جانبين سلبيين. الجانب الأول اقتصار تصور المحبة عند ذكرها في اليوميات على المحسوس، على المحبة التي تتعلق بالرغبة، وبالتالي صار أي كلام عن الحب محل توقف عند كثير من الناس، بمعنى أنهم تهن في الحديث عنه، أو في السياق الآخر صار الكلام عن المحبة في أذهان البعض مقترنا بالاستسلام والضعف، أو بترك الأمور تسير بغير ضابط. حتى في اللهجة الدارجة مؤخرا، لم يكن هذا في التراث المصري، يقول لك عديها بالحب، فصارت الناس تفهم من عبارة عديها بالحب معنى سلبيا، يعني لا يتناسب مع كلمة حب. فهذا المدخل الأول، أن بحاجة بالفعل إلى إعادة فهم وتذوق معنى المحبة التي هي عماد الدين والدنيا، عماد الدنيا والآخرة، عماد الصلة بالله والصلة بخلقه. المحبة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي، والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجعل الله عز وجل ارتباطا لا ينفصل بين الإيمان والحب، وجعل هذا الرابط بين الحب والإيمان تنبيها لنا إلى ارتقاء حياتنا بالمحبة، حتى في شؤون تعاملاتنا الدنيوية، حتى في شأن اختلافاتنا، حتى في شأن اختلافاتنا، لأنه في الحقيقة عند الاتفاق لا يوجد اختبار. عندما أن تكون الناس متفقة مع بعضها البعض، الناس في داخل البيت الواحد، الزوج والزوجة، الإخوة في بيت واحد، الأصدقاء، الجيران، الأصحاب، الزملاء، الشركاء في العمل، المدير والمدار، الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، العشيرة والقبيلة، الجار والجار الآخر، أيا كان نوع الصلات الإنسانية بين البشر، عند الاتفاق لا يوجد معيار لمعرفة مدى المحبة. عند الاتفاق الكل يقول نحن نحبكم وخلاص، حتى كلمة أحبك في الله من كثرة ما
ما استخدمت على نحو يشبه الأداء غير المحسوس الذي لا يحس به صاحبه فقدت حقيقتها وبريقها. تعرفون كلمة أحبك في الله أصلها ماذا؟ أصلها أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان جالسا بين أصحابه فمر رجل فقال أحد الحاضرين: يا رسول الله إني أحب هذا في الله، يعني أشعر بود، أشعر بشيء تجاهه من أجل الله، يعني أشعر بأني أحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ أنت قلت له أنك تحبه؟ بينت له؟ أشعرته بالمحبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ويحك، قم فأخبره. فقام الرجل وأخبر أخاه أنه يحبه في الله. الأصل فيها أن ديننا جعل نوعا من العبادة التعبير عن المحبة، والتعبير عن المحبة هو إحساس يصل إلى قلب، وإنما تكون العبارات قوالب تحمل حوامل لهذا الإحساس، العبارات عبارة عن وسائل لإيصال هذا الإحساس. فإذا تحولت إلى لفظ مألوف معتاد كما يسمونه روتيني فقدت الحمل، صارت ظرفا بغير مظروف، صارت ظرفا فارغا لا يوصل المعنى المراد منه. هذا الأمر متصل ليس فقط بأوقات الاتفاق، لأن أوقات الاتفاق الأمر سهل، من السهل أن تذكر نفسك بشعور محبة مودة لأي سبب من الأسباب، لكن نكون أحوج ما نكون إلى أن نتأكد من صدق تحققنا بالمحبة في حياتنا عند الاختلاف، لأنه عند الاختلاف يا شباب تهيج النفوس، وعند تهيج النفوس بالغضب أو الرغبة في الغلبة أو الشعور بالضيم أو الالتفات إلى تحقيق نصر أو إثبات موقف أو استعراض قدرة علمية أو ذهنية أو فكرية، أيا كان نوع الاختلاف، في لحظات تهيج النفوس يخمد ويخبؤ ويضعف صوت الروح، فيصبح القلب مستوحشا غير قادر على توجيه صاحبه لاتخاذ الموقف الصحيح. لكن حقيقة المحبة عندما تكون في الله ومن أجل الله تظهر عند الاختلاف، حتى الاختلاف على فهم الدين، حتى الاختلاف على الامتثال لأمر الدين. رأيت شخصا يشرب الخمر يجاهر بذلك، أنت تشعر بأنك تكره فعله هذا. أنا أكره فعله هذا، أكره فعله لا أكرهه هو، وأكره فعله لأنه يتناقض مع معنى المحبة، يتناقض مع معنى الصلة بالحق سبحانه وتعالى. لكن إن كانت هذه الكراهية للفعل بالفعل، إن كانت الكراهية بالفعل للفعل بالفعل، فعلامتها أنها لا تغيب عن القلب محبة هذا الإنسان المرتكب للمعصية. أنا أحبه هو وأكره فعله، وهذا مفهوم النصيحة، مفهوم محاولة إنقاذه من تناول المخدرات، محاولة استنقاذه من صحبة السوء، التفكير في تصحيح مفاهيمه. الهدف منها ماذا؟ لماذا يجب علي أن أنهى عن المنكر في مسألة شخص يتعاطى المخدرات أحاول أن أستنقذه؟ هذا المفهوم الصحيح للنهي عن المنكر، أن أستخرج حب المنكر من قلبي مرتكبه، ليس أن أخذ العصا وأضربه. إيه؟ ما المفهوم، ما الفلسفة، ما السر في مفهوم أن يحاول تصحيح الوضع، أحاول أمنع شخص من أن يرتكب جريمة أو تفجير في بلاد أو في بشر، أحاول أن أمنعه من تناول مخدرات، أحاول أن أعينه على التخلص من باطل، ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك الحب، لأني أحبه فأريد إنقاذه، لأن الله تعبدني بالرحمة والمحبة، الرحمة والمحبة والفرح. ليتنا يا شباب هذه هاتان الثلاث الكلمات يعني نصطحبها معنا، الذي لا يكتب يكتب أو الذي يحفظ يحفظ، ثلاث كلمات هذه: رحمة، محبة، فرح. رحمة، ها، محبة، فرح. مرة أخيرة، ها، رحمة، محبة، فرح. ماذا تريد منها؟ أريد منها أن أقول لكم أن هذه الثلاث الكلمات
تمثل أنواعا من العبادة لله نسيناها في عصرنا. نحن نفهم أن التلاوة المباركة التي سمعناها قبل قليل عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الصدقة الزكاة عبادة، الحج عبادة، لا شك أنها عبادات ولا يستهين بها مؤمن. لكن هناك أنواع من العبادات صرنا نغفل عنها ويقل التذكير بها، وهي عبادة الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا أمر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء. المحبة، ذكرنا الكلام والآيات والأحاديث أو طرفا منها عن المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الثالثة الفرح. الفرح عبادة؟ نعم. لماذا ارتبط في الأذهان أن معنى التعبد لا يكون إلا بالبكاء؟ نعم، البكاء في الخلوة من خشية الله معنى سامي، لأنه يدل على شوق، على حب، على حياء، على خوف، أيا كان الدافع من هذه الدوافع. لكن هناك نوع آخر من العبادة في دوامة الاعوجاج الحاصل في 30-40 سنة الماضية في الأصوات العالية في الخطاب الديني، نسيت الناس هذا النوع من العبادة، وهو عبادة الله بالفرح. عبادة فرح؟ نعم، أعبده بالفرح. كيف أعبده بالفرح؟ قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمرني الله أن أفرح بفضله ورحمته، فهو نوع من العبادة التي تعبدني الله عز وجل بها. فالمحبة تظهر عند الاختلاف، حقيقة المحبة. هل أستطيع أن أستمر في اختلافي معك؟ ومن حقي إذا اختلفت معك أن أختلف معك، لكن هل أستطيع أن أستمر على هذا الحال وأنا لازلت أحبك؟ هل أستطيع أن أراك مخطئا وأحبك؟ هل أستطيع أن أراك، خذوا الكلمة الأثقل قليلا، خصما وأحبك؟ هذا هو الأمر، هذا التحدي. النقطة الثانية قبل أن ننتقل إلى الأسئلة والحوار مع الشباب، أود أن أقول لكم أن هذا المعنى لا ينفصل عن يوميات حياتكم. أنتم في مرحلة انتقالية في العالم، على المستوى الفلسفي، على المستوى العلمي التجريبي، على مستوى تصور أوجه المعيشة، أوجه العمل، فرص العمل. العالم اليوم يعيش مرحلة انتقالية. أنا لا أتكلم عن بورسعيد يا شباب، ولا أتكلم عن مصر المحبوبة وحدها، أتكلم عن نقلة تحصل في العالم حتى لمفهوم فرص العمل. كان في تقرير السنة قبل الماضية يقول أنه خلال 20 سنة القادمة ما يقرب من 50% من الوظائف المتوسطة وفوق المتوسطة سيتم الاستغناء عنها في العالم من خلال الأتمتة، الذكاء الاصطناعي. أي أنه في عام بعد 20 سنة من قبل سنتين، يعني بعد 18 سنة من الآن تقريبا، سيستغني العالم، انتبهوا، عن 50% من الوظائف المتوسطة وفوق المتوسطة. ما تكلم عن العمال الذين سيستغنى عنهم في المصانع بسبب الأتمتة، بسبب الذكاء الصناعي، الريبورت، لا، أتكلم عن الوظائف العالية المتوسطة وفوق المتوسطة، 50% منها سيتم الاستغناء عنها خلال 20 سنة. وضربوا مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية أن أحد نتائج ذلك أن 60% من الموظفين سيفقدون وظائفهم. هذا يشكل ماذا يا شباب؟ ها؟ إيش الكلمة اللي لها صلة بهذا الموضوع؟ يشكل إيش؟ بطالة. أيوة. بالنسبة للشاب لما يسمع قصة مثل هذه، بالنسبة لك يحدث إيش؟ ها؟ قلت إيش؟ خوف، صح؟ ها؟ أبحث عذنا عن كلمة، ها؟ يأس ممكن، ها؟ إحباط، ها؟ إرهاب. هو فعلاً إرهابي هذا الكلام. من اللي قال تحدي؟ لحظة لحظة لحظة، من اللي قال تحدي؟ الاسم الكريم؟ طارق الغنام. ما عملكم؟ صحافة، بارك الله فيك. كنت أود أسمعها من طالب، لكن حاضر، أنت كيوم الأيام كنت طالب. قال لك تحدي، شوفوا الكلمة هذه مهمة،
عندما أقول أنه على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية سيفقد فيها الموظفون المتوسطون وفوق المتوسطين، بل قالوا حتى في المجالات التي لا تتصور. مثل إيش المجالات التي لا تتصور؟ مثل مجالك يا أستاذنا الصحفي. سيصبح صياغة الخبر نفسها عبر الذكاء الاصطناعي، عبر العقل الإلكتروني، لأنه عندما يغذى بالبيانات وفق المستوى البرمجي الذي يصل إليه يستطيع صياغة الخبر الصحفي بالطريقة التي تتناسب مع سياسة الجهة الناشرة في ذلك الوقت. معناها دور الصحفي في الخبر 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة يصبح ليس له مكان، سينتهي دوره. تحدي ولا يأس يا غيرت رأيك ولا لسه تحدي؟ تحدي، كلامك صح، هو تحدي. لماذا أخبركم بهذا الكلام يا شباب؟ لسببين. السبب الأول، ينبغي أن ندرك أننا في مرحلة الآن نعيش فيها معتركا مهما وتحديا مهما ومؤلما في مصر، في المنطقة، لكنه بكل أهميته وبكل آلامه صغير أمام التحدي العالمي المقبل. هذا السبب الأول، فينبغي أن لا نقف كثيرا مع التحدي الذي اليوم، ينبغي أن ننجز هذا التحدي ونتجاوزه. السبب الثاني، أن هذا الذي يحصل هو سيكون نتاج لمعلومات. نحن في عصر الإيش يسمونه ها شباب؟ عصر المعلومات، صح؟ البعض يسميه عصر الإنترنت، عصر النانومتر، عصر الفنتو ثانية، عصر الريبورت، الذكاء الاصطناعي، عصر البرمجيات، عصر البعض يسميه عصر الثورة الصناعية الرابعة، مش الجيل الرابع والخامس الحروب، لا، الثورة الصناعية الرابعة، سميه ما شئت. يمكن أن تسميه عصر المعلومات المعلوماتية. هناك تقرير يقول أنه يوجد في الشبكة ما مقداره 1000 مليار جيجا بايت من المعلومات. أحد منكم هنا برمجيات ولا نظم ولا حاسوب ولا كمبيوتر من الكليات هنا؟ ها؟ في؟ من اللي فيه ممكن يتكرم ويرفع يده؟ أصحاب هذا المجال 2 3 في هنا لسه؟ طيب تفضلوا، أحسنتم. طب هل يوجد أحد منكم ليس في مجاله أو تخصصه اليوم صلة بما أتحدث به؟ أحد يوجد؟ لا يوجد أحد اليوم. حتى كليات العلوم الإنسانية، من أين أتي؟ في كليات علوم إنسانية عندنا هنا في الجامعة؟ في آداب، فلسفة، علم اجتماع، سياسة، حتى هذا المجال ليس بمنأى عما أتكلم عنه. لماذا؟ لأن الريبورت سيعمل بناء على ماذا؟ على نتاج تراكمي من المدخلات البيانية. انتبهوا شوي معي يا شباب، هو سيعمل بناء على نتاج تراكمي من المدخلات البيانية. ما سيبرمج عليه سيتفاعل معه، هو ليس بالسطحية القديمة للإنسان الآلي أو العقل الآلي أنك تعطيه شيء فقط ينفذه، لا لا، انتبهوا، هو الآن قفز قفزات من القدرة على التحليل واتخاذ القرارات، وسيقفز أكثر. حتى تكلم ستيفن هوكينج وغيره أن نخشى أن يسيطروهم على البشر بعد ذلك، أن صار في رؤيتين متطرفتين، الرؤية زي الأفلام الخيال العلمي التي فيها هؤلاء الريبورتات اللي سيطرت وإحنا صرنا مخلوقات درجة ثانية وأسرع، إلى تطرف غير المبالي اللي يقول لك يعني ما تكبر دماغك، ده عادي بيخدمنا فقط وبيعطي تقدم صحي. أنا لست مع التطرفين، هو سيعطي تقدم كبير وإحنا ينبغي أن نخوض هذا المخاض، لكن ينبغي أن نتنبه لما سنغذي به. قبل أن ننتقل إلى الأسئلة، هناك تقرير صدر السنة الماضية، جديد يعني، في الولايات المتحدة السنة الماضية، يعني أواخر 2018 بالميلادي، في الولايات المتحدة، في عن أبحاث صحية، مؤسسات تعنى بالأبحاث الصحية، لاحظوا أن الذكاء الاصطناعي، العقل الآلي أو الريبورت في أمريكا آخر ما توصل إليه، وجدوا في المجال الصحي أن لديه عنصرية تجاه غير البيض. أعيد،
أنا لديه ميول عنصرية تجاه غير البيض. أنا لا أمزح هنا. يقول ريبورت وصحفيين يعجبهم العنوان هذا، بس أرجوكم لو بتكتبوا شيء عن الموضوع اكتبوه بدقة. ما معنى وجدوا لديه ميول عنصرية؟ أي أنه في تعامله مع العرق الأبيض الأنجلو ساكسون أو الآري يهتم أكثر، يفيد في المعلومات أكثر، يساعد أكثر من الملونين والسود والعرب وغيرهم من الجنسيات. طبعا هذه كانت صدمة، لأن هذا في المنظر في المستقبل المرئي سيسيطر على إدارة حياة العمل الطبي، هو الذي سيدير، لن يكون مجرد منفذ، هكذا على الأقل يطرح. فإذا كان يحمل هذه، صعب أقول النفسية، هذا الميل، هذا التصرف، هذا السياق من التصرف، معنى هذا أنه سيسيء أو سيضر غير هذا العرق الذي يميل إليه. عند تحليل المقالة وجد أن السبب التالي هو أن المدخلات البيانية عن طبيعة المعلومات الصحية لهذا العرق الأنجلو ساكسون وللآري وأمثالهم من البيض متوفرة بكثرة، بينما الآسيويين كما يسمونهم الصفر فضلا عن العرب المعلومات أقل، وبالتالي تفاعل الآلة أقل. نحن نعلم أن الشرق، الصين، اليابان، الدول جنوب شرق آسيا والهند خطوات جبارة في المدخلات البيانية، لا نستطيع نحن أن نقارن أنفسنا بمستواها اليوم، لا نستطيع. وبالرغم من الخطوات الجبارة التي خطوها، مستوى ما وصلوا إليه من كمية البيانات لم تستطع أن تجعلهم سواسية مع العرق الأبيض في مدخلات ريبورت. هل ستستنتجون شيء من هذا من هذه المعلومة يا شباب؟ في شيء تستنتجونه الآن من الكلام؟ ها؟ في أحد يأخذ طرف الخيط؟ في أحد التقط طرف خيط من الذي أقوله؟ ها؟ خلنا نزيد بياناتنا ودرجاتنا، ها؟ صح؟ ها؟ نسوق نفسنا صح؟ قبل التسويق يكون عندنا شيء نسوقه، لابد أولاً أن يكون عندنا منتج. نستثمر في هذا المجال، طيب؟ الاستثمار البشري، ها؟ نحسن قدرتنا على الإنتاج حتى تحسن مدخلاتنا، ها؟ طرف الخيط، العلم كل يوم في تطور، أحسنت، ها؟ أنتوا هنا خالص ما في أي، أيوة. محتاجين لاكتساب الخبرة، ما زلت أبحث عن إجابة كلها صحيحة وممتازة التي سمعتها، ما زلت أبحث عن إجابة يا شباب. من اللي قال هذه؟ نبتدئ من حيث انتهى الآخرون، مهمة، قربنا من الذي أبحث عنه. ها يا شباب، أنا افطرت فول بس ما زلت أستطيع أن أخذ هذه معاكم. ها العزيمة، هذه كلمة سر، كلمة مفتاحية، عزيمة على إيش؟ على إحداث نقلة. يا شباب، معنى هذا الكلام أن هناك مسؤولية ليست فقط حكومية ولا مجتمعية فقط ولا مؤسسية فقط، وهي كلها مسؤوليات على كل درجة من الدرجات. هناك مسؤولية فردية في هذا الموضوع ينبغي أن تنتظم مع المسؤولية المؤسسية والمجتمعية والحكومية. إيش هي المسؤولية الفردية؟ شعور كل واحد منا أن عليه واجب، لا أقول فقط تجاه وطنه أو أمته أو دينه، أقول واجب تجاه نفسه حتى في صلته بالله وفي حياته. ماذا تريد أن تكون؟ لماذا أنت في كليتك؟ فقط للتنسيق؟ أو لأن مجموعك العالي سمح لك تدخل طب وهندسة دخلت؟ ما هو الهدف الذي أمامك؟ هل تريد الشهادة فحسب؟ ورقة؟ تضيع 12 سنة في ما قبل جامعة وأربع سنين أو خمس سنين أو سبع سنين لأجل تكون عندك ورقة؟
لأجل ينظر الناس إليك نظرة احترام لأن عندك ورقة، أو لأجل توفر لك الدولة وظيفة، أو لتجد فرصة تهاجر إلى بلد أخرى. هذا منتهى ما يمكن أن تصل إليه في تفكيرك. لا، العصر الذي نحن فيه فيه ميزات وعيوب. من ميزاته أن الفرد يستطيع أن يحدث تغييراً في واقعه على نحو غير مسبوق، ليس فقط في الكلام عن التغييرات السياسية والهتافات والصياحات والتغريدات وغيرها، لا لا، تغيير على المستوى الإنساني البشري، في العلم، في المعرفة، الذي يدخل في برمجيات. نحن المرحلة المقبلة من الوظائف التي لن يستغنى عنها البرمجيات، القدرة على إدخال المدخلات لكن على مستويات مرتفعة للذكاء الاصطناعي. من الوظائف التي لن نستغني عنها في المرحلة المقبلة فلسفة بناء الخلفية العقلية الذهنية الذاكرية المتراكمة لريبورت. هل بأي فكرة سيغذى ليتفاعل معها ويتصرف معك على أساسها بكرة؟ ريبورت بالمناسبة مثال، يعني حط جنب الريبورت 5 أو 6 معطيات لمعالم المرحلة الجديدة اللي ستأتي أمامكم: تقنية النانومتر وما تحدثه من تغيير، تقنية الفنتو ثانية. من مخترع الفنتو ثانية؟ ها؟ الدكتور العالم أحمد زوير رحمه الله تعالى. طيب، فهناك مرحلة مقبلة أنت تستطيع أن تكون جزء من النقلة الإنسانية فيها، لكن متى تستطيع ذلك؟ عندما تكون مستقرا في داخلك على تحديد هدفك من الحياة التي تعيشها، الهدف الدنيوي والأخروي. تريد معنى أرقى أو خطاب أرقى؟ الهدف الذي تكون فيه مع الله في الدنيا والآخرة. مع الله في الدنيا، مع الله فين؟ مع الله فين؟ في الدنيا. لأن الذي لا ينجح في اختبار الحياة في سبيل الله فهو فاشل في محاولة الموت في سبيل الله. هذا الذي يضغط الزر على الحزام الناسف ويفجر، هذا جبان وإن ظهر في ثوب الشجاع، هذا فاشل لأنه منتحر، لأنه قتل نفسه فضلا عن جريمة قتل الآخرين. لكن هو مهزوم، يائس، فاشل، لم يستطع أن يعيش في سبيل الله، فهرب إلى ما توهمه موتا في سبيل الله، والانتحار محرم. والذي يعجز عن أن يعيش في سبيل الله لن يكون ميتا في سبيل الله. لا يموت في سبيل الله إلا من كانت لديه عزيمة الحياة في سبيل الله. لا يموت في سبيل الله إلا من كانت لديه عزيمة الحياة في سبيل الله. فما هي مفاهيمك التي ستقررها؟ وسامحوني إذا بسطت القول. والآن ننتقل إليكم معاشر الشباب، وكل أذان صاغية، من لديه مداخلات، من لديه أسئلة. وأستأذن معالي رئيس الجلسة ورئيس الجامعة وسكرتير المحافظة أن أقول للشباب أنه لا خطوط حمراء. آمين. لا خطوط حمراء، يقولون ما يشاءون.